وفي كلمة في ختام الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر. وشدد الرئيس السيسي على الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب، مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهدائنا والمصابين والأسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم أبدا، لن ننساكم أبدا إن شاء الله.